بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 31 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشيط وباعثها المستمع عبد الله عبد الرحمن. الأخ عبد الله عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: كثيرا من الأحيان أشك هل قرأت سورة الفاتحة في الصلاة أم لا، فإذا كان الأمر كذلك هل أعيد الركعة أم بماذا تنصح؟ أما أعتبر ذلك من الوسوسة، جزاكم الله خيرا. إن كان هذا من الوسوسة ويكثر وقوعه معه فلا تلتفت إليه، أما إذا كان هذا ليس من الوسوسة وإنما هو شك وقع منك فلا يخلو، إما أن تكون مع الإمام تصلي خلف إمام أو تكون منفردا أو إماما. فإن كنت خلف الإمام فإن قراءة الفاتحة بالنسبة لك ليست بواجبة، أنها تكفي قراءة الإمام والحمد لله، ولكن مع هذا تحرص على قراءتها خلف الإمام في شكتات الإمام. لكن لو تركتها أو شككت في قراءتها فإن قراءة الإمام كافية ولله الحمد. أما إذا كنت منفردا أو إماما وشككت في قراءة الفاتحة فإنك تقرأها، إن كنت في الركعة التي شككت في قراءتها فيها فإنك تعود وتقرأ الفاتحة وتأتي بكل ما بعدها من أفعال الركعة. وأما إذا شرعت في ركعة أخرى فإنك تعتبر الركعة الأولى التي شككت في قراءة الفاتحة فيها تعتبرها لاغية، وتعتبر الركعة التي بعدها هي الأولى، وتتم صلاتك على هذا النمط، ثم تسجد للسهو عند السلام، إما قبل السلام وإما بعد السلام، كلا الأمرين جائز والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا صليت في الليل صلاة التطوع يعني تقريبا قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة، وأخشى إذا نمت أن تفوتني صلاة الصبح، لذلك أظل مستيقظا بعد الانتهاء من صلاتي أنتظر صلاة الصبح، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا عمل جميل، أو أنك تصلي من آخر الليل ما تيسر ثم تجلس تذكر الله عز وجل وتستغفر أو تقرأ القرآن تنتظر بذلك صلاة الصبح وخوفا من النوم، هذه مواصلة للعمل الصالح وانتظار لأداء الفريضة، أنت على أجر وعلى خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يقوم المصلي من صلاته؟ هل يضع يديه على ركبتيه ثم يقوم، أم يرفع يديه من الأرض مباشرة ثم يقوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يعتمد على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه ويعتمد عليه وهو يقوم بالركعة، أو يقوم من التشهد هكذا معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه. أما إذا كان مريضا أو كان عاجزا بكبر سن أو ضاعة فإنه يعتمد على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض ويقوم من أجل الحاجة. جزاكم الله خيرا. هل الأذان واجب أو مستحب، وهل هو شرط أن يؤديه كل مصلي قبل الأذان قبل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. أما إذا لم يقم به أحد في حق المقيمين في البلد، إذا لم يؤذن في البلد فإنهم يأذنون كلهم لأنهم تركوا واجبا. أما إذا أذن واحد في البلد فإنه يبقى الأذان في حق بقية المساجد سنة، من تركه فلا حرج عليه ومن فعله فهو أحسن. وأما المسافرون فإنه لا يجب عليهم الأذان، تجب عليهم صلاة الجماعة ولكن لا يجب عليهم الأذان، لكنه في حقهم سنة. وإنما وجوب الأذان في الحضر على أهل القرية المقيمين فيها هذا فرض كفاية، ويستحب للمنفرد ويستحب للمسافرين لأنه إعلان لتوحيد الله وشعار
افتخار للإسلام وفيه فضل عظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية محافظة الحسكة رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول أحمد. الأخ أحمد يقول: ألاحظ أن بعض الناس يذهب وقتهم في اللعب من الصلاة إلى الصلاة، فكيف توجهون مثل هؤلاء وقد تفوتهم الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. اللعب المحرم هذا لا يجوز، قليله ولا كثيره، وأما اللعب المباح فهذا يباح منه القليل الذي لا يسأل عن ذكر الله عز وجل ولا يسأل عن طلب الرزق، وتركه أفضل، لأن الإنسان في هذه الحياة ينبغي له أن يغتنم أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يفيده، ولكن لو عمل شيئا من اللعب المباح في فترات قصيرة لا تؤثر على عبادته ولا تؤثر على طلب الرزق فهذا لا بأس به، كل شيء له حدود. أما الاستغراق وأما أن يجعل الإنسان أكثر وقته في اللعب وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا لا يليق بالمسلم، وإن شغله عن أداء الصلاة فإنه محرم. يقول: في أحد الأيام حرمت على ألا أذهب إلى حفلة، ولكنني استغفرت ربي بسرعة في قلبي، فهل ذلك يكفي؟ إذا حرمت أن لا تذهب إلى حفلة ثم ذهبت إليها وجب عليك كفارة يمين، لأن هذا يعتبر له حكم يمين، عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد أنك تصوم 3 أيام، إلا إذا كنت حرمت من زوجتك فهذا له فيه بحث آخر، أما إذا كان مجرد تحريم بدون أن تنوي به زوجتك أو لم تتلفظ بزوجتك فإن هذا فيه كفارة يمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد زين علي عبد الله يقول في سؤال له: ما حكم المسح على الجورب إذا كان الإنسان لا يحصل له ضرر باستعمال الماء؟ جزاكم الله خيرا. يباح المسح على الجورب كما يباح على الخف، إذا كان الجورب ساترا بالمفروض يعني يكون غافيا على الرجل على الكعبين وما تحتهما، وأن يكون صفيقا لا يرى من ورائه لون الجلد، فإن المسح عليه يكفي عن غسل الرجلين، كما ويجوز المسح على الخفين، والمسح على الخفين رخصة سهل الله بها على هذه الأمة، لأننا نجعل الخفين لكل وضوء مما يسوق، فإذا لبسهما على طهارة، لبس الخفين أو الجوربين على طهارة تامة، فإنه يباح له أن يمسح عليهما لمدة يوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر ابتداء من المسح الأول، من أول مسح بعد الحدث على الصحيح إلى يوم ليلة أو 3 أيام لياليها المسافر، وهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف على عباده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بعض الأحيان أكون باحثا عن كتب فكثيرا ما أمس المصحف وأنا على غير الوضوء، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز مس المصحف غير الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، ولكن إذا مسسته من غير قصد، لأن كنت تبحث عن كتاب ثم وقعت يدك على المصحف بدون قصد فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأن فلم تتعمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله أم ماجد تسأل فضيلتكم في سؤال طويل عن كتاب اسمه كتاب الفوز العظيم للمؤلف عبد الرحيم ابن يوسف، ما هو رأيكم في هذا الكتاب؟ جزاكم الله خيرا. أنا لا أعرف هذا الكتاب ولا أعرف المؤلف، ولذلك لا أقدر على أن أحكم عليه. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني أسبح الله وأحمده وأكبره وأهلله وأختم بتبارك الله كثيرا قبل نومي، فإني أريد أن توضحوا لي فوائد ذلك جزاكم الله خيرا، وأي الكتب تنصحونني لمراجعته لأخذ الفوائد ولا سيما الأدعية جزاكم الله خيرا. نعم، ذكر ذكر الله عز وجل هذا شيء طيب، قال الله تعالى: اذكروا الله ذكرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قال تعالى: فاذكروني أذكركم، اذكروني ولا تكفرون، قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في فضل الذكر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. فالإكثار من ذكر الله عز وجل ولا سيما عند النوم والانتباه هذا عمل جيد وفيه فضل كبير، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله
على كل أحيانه. هذا من حيث الذكر المطلق. وأما الذكر المقيد عند النوم قد صح في الحديث أنه يقرأ آية الكرسي بقوله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها عند نومه أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقابه شيطان حتى يصبح. كذلك يقرأ بسورة الإخلاص والمعوذتين ويكرر ذلك، وإن قرأ في نفس في كفيه ومسح بهما ما أقبل من جسده على وجهه وما أقبل من جسده هذا طيب وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك يقول اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت وجهي إليك وعورت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة رهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويجعل هذا آخر ما يقول كما جاء في الحديث. وإن قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه لمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادة الصالحين. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وإن بالاستيقاظ من النوم يذكر الله عز وجل بأن يقول لا إله إلا الله، وإن قرأ الآيات التي في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض كما في الليل والنهار لآيات النور والألباب قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وإذا قال أيضا اللهم إذا قال بسم الله نحيا وبه نموت أو قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، فكل هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكتاب الذي تضمن هذه الأذكار وغيرها فالكتب في هذا كثيرة ولله الحمد، ولكن من أحسنها الوابل الطيب للعلامة ابن القيم، وكذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الأذكار للإمام النووي. هذه كتب جليلة ومؤلفوها أئمة كبار من أئمة الإسلام، فإذا كانت عند السائلة أو واحد منها فلتراجعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد عبد الوهاب حسن محمد بخيت، أخونا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن جملة الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، هل هي في الأذان الأول أو في الأذان الثاني لتنبيه الناس؟ جزاكم الله خيرا. صلاة خير من النوم في الأذان الثاني. إذا كان هناك أذانان في الفجر، أذان قبل الفجر من أجل أن يستيقظ الناس ويتهيأوا لصلاة الفجر، والذين يصلون من آخر الليل من هنا صلاتهم بالوتر، هذا وظيفة الأذان الأول ويكون قبل الفجر. وأما الأذان الثاني فيكون على طلوع الفجر، يكون بعد طلوع الفجر من أجل الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو الذي يقال فيه صلاة خير من النوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي في بيته إذا كان المسجد يبعد عن مسافة كيلو متر واحد؟ إذا كان يسمع الأذان وليس به مانع يمنعه من الحضور وإجابة المؤذن صلاة مع الجماعة فإنه يجب عليه ذلك. فإن صلى في بيته فإنه يكون آثما إثما عظيما وتاركا في واجب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وجاء أن العذر هو الخوف أو المرض. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. جاءه رجل أعمى يستأذنه أن يصلي في بيته من أجل المشقة التي يلقاها في طريقه إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد، فإني لا أجد لك رفقا. فليس للمستطيع الذي يسمع النداء ويستطيع الحضور ليس له أن يصلي في بيته ويترك الحضور للمسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تشرحوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لعن الله زوارات القبور، هل زوارات القبور المكثرات للزيارة أم لا يجوز للمرأة أن تزور القبور أبدا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تزور القبور أبدا، فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور ليس المراد به المكثرات من الزيارة فقط، بل زائرات القبور ولو مرة، وكل ما أكثر فالإثم أكثر. ودليل أن في الرواية الثانية لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور، وهذا يتناول الزائرة مرة واحدة، فإذا زادت فإن الإثم يكون أكثر، وذلك لأن زيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء، والقصد منها الاعتبار والاستعاض والدعاء للأموات المسلمين. أما المرأة فلا تزور القبور لأنها ضعيفة، وربما إذا رأت قبر قريبها أن تتأثر وأن يحصل منها ما لا يجوز من الجزع، وأيضا هي عورة وفتنة في خروجها إلى المقبرة ربما يحصل لها ومنها مفاسد، لذلك منعها الشارع من زيارة القبور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للرجل مصافحة المرأة
المرأة الكبيرة في السن والتي يصل عمرها من 60 إلى 100 مثلا؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محارمه ولو كانت كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء لا كبيرات ولا صغيرات إلا النساء التي من محارمه عليه الصلاة والسلام. كان يبايع النساء بالكلام، وما مست يده يد امرأة لا تحل له قط عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. ولما في ذلك من الفتنة، فإذا فتح الباب فإن الناس ينزعون إلى الفتنة. فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست من ما يحل لها أو من محارمه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الحلف بغير الله شرك أكبر أم شرك أصغر؟ الحلف بغير الله لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك. ثم إن كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهذا شرك أكبر، كحالة عباد القبور الذين يعظمون أصحاب القبور ممن يزعمون لهم الولاية، يعظمونهم أكثر مما يعظمون الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالله كاذبا تساهل في ذلك وحلف بالله وهو كاذب، أما إذا طلب منه أن يحلف بمعظمه فإنه ترتعد فرائصه ولا يتجرأ أن يحلف بالولي وهو كاذب، الذي يدل على أنهم يعظمون الموتى أكثر مما يعظمون الله نسأل الله العافية، لأنهم يخشونهم أن يصيبوهم بأمراض أو بفوادح ولا يخشون الله سبحانه وتعالى. فهذا اليمين شرك أكبر، أما إذا لم يكن يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهذا شرك أصغر منهي عنه، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم عبد الرحمن من البكيرية، أختنا لها عدد من الأسئلة. في أحدها تقول: إذا كان هناك حفل زواج أقارب وكان فيه ضرب دفوف أي ما يسمى الآن بالطقادات، هل أذهب لأرى أقاربي وأسلم عليهم وأبارك في الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الحفل إذا كان فيه منكرات، كان يكون فيه تصوير للنساء أو يكون فيه موسيقى أو يكون فيه أغاني بمكبرات صوت أو أغاني بدون مكبرات صوت، أغاني ناجنة أو أغاني بالألحان المعاصرة، فهذا لا يجوز حضوره إلا لمن يقوى على إنكاره والمنع منه. وأما مجرد ضرب النساء للدفوف وأن يغنين بصوت معتاد وبشعر نزيه ولا يخرج أصواتهن عن محيط النساء فلا بأس بذلك، بل هذا من السنة، لأن فيه إعلانا للنكاح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح وضرب الدف، ورخص للنساء أن يغنين بما جرت به العادة مما لا محذور فيه. أما نظام الأغاني المعاصر والمقربات والموسيقى والتسجيل تصوير بالفيديو أو بالكاميرا، هذه كلها منكرات يجب أن تنزه عنها حفلات الزواج، وأن يقتصر على ما شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان حفلات تشتمل على شيء من هذه المنكرات فإنه لا يجوز حضورها ولو كان في الأقارب إلا لمن يقوى على إنكارها والمنع منها. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك شخص مريض يصلي قاعدا فما حكم السنة بالنسبة له؟ المريض الذي يصلي قاعدا قد عذره الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فيصلي فريضة قاعدا ويصلي النوافل كذلك، صلي النوافل وهو قاعد، صلي الراتبة التي مع الفريضة سواء كانت قبلية أو بعدية صليها وهو جالس، لأنه إذا جاز أن يصلي الفريضة وهو جالس فلا أن يجوز في النافلة إلا بأولى، لأن النافلة لا يشترط لها القيام حتى من الصحيح. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك شخص بعد عملية جراحية وترك صلاته لمدة 3 أيام مثلا، هل يصلي وقت مع وقت أي المغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء، أم كيف توجهون؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الغلط الكبير، أن المريض إذا أجرى عملية جراحية ورقد على السرير يترك الصلاة مدة بقائه على السرير في المستشفى، بل يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحسب استطاعته ولو بالإيماء برأسه في الركوع والسجود. فيجب على المريض أن يصلي كل وقت في وقته، إن كان يقدر على الوضوء توضأ وإلا يتيمم، وإن كان يقدر على القيام والركوع والسجود وجب عليه، وإلا أنه يصلي مضطجعا على جنبه ووجهه إلى القبلة أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويصلي ويومئ برأسه بالركوع والسجود ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. أما ما حصل من أن المريض المذكور ترك الصلاة لمدة 3 أيام فهذا من الخطأ،
ولكن يجب عليه القضاء ويجب عليه القضاء على الفور مهما استطاع، يعني يصلي الصلوات في وقت واحد ويرتبها، صلوات اليوم الأول خمس صلوات الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني كذلك ثم اليوم الثالث كذلك في مكان واحد إذا كان يسهل عليه. وأما تفريقها وجعل كل فريضة مع نظيرتها فهذا لا يجوز، هذا من كلام العوام لا أصل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، والختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.